ايوه يا باشا، موجود عندي في المحل. بيشتغل محامي ومربي سكسوكه. عيب يا باشا، هو انا اول مره يعني يا باشا. ما يلا بقى يا مرشدي، السرغه هتنشف. طب بالاذن يا باشا كده، علشان الزبون استعواني. يلا سلام سلام. لا مؤاخذه، كنت بكلم خالي. لا ما حصلش حاجه. مساء الخير. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده ايه النور ده كله؟ الله يخليك نعيما مقدما يا اخ. الله ينعم عليك. الله يخليك، نورتنا يا باشا والله. شكرا، مقابلتك حلوه ومحلك جميل، ربنا يبارك يا رب. ربنا يخليك. اشكرك اشكرك. لا والله ده انا مش مصدق نفسي. ليه ليه ليه؟ انا حاسس اني بحلم. انت ما بيجيلكش زباين ولا لا؟ لا بالنظافه دي ما بيجيليش. حبيبي حبيبي. ممكن تتفضل معانا من غير شوشره؟ طب ممكن البس هدومي؟ لا انا عايزك بالملايه، عايزك متلبس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مرشدي. حسبي الله ونعم الوكيل. في مشاكل ولا لا حاجه؟ لا لا مفيش حاجه، ده البوليس وياخد واحد كده كنت ارشدت عنه. انت اللي مبلغ عنه؟ ايوه. ربنا يديك الصحه. نورت يا باشا. شكرا. خلينا في موضوعنا بقى. انا مش مصدق نفسي. الله يخليك. شعر ولا دقن؟ لا ان شاء الله صدر. صدر؟ بقالي فترة اسبوعين ما حلقتوش، مش قادر اقول لك، مش عارف اقفل القميص، فعايزك تهندمهولي كده لو تكرمت. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. انا عمري ما شفت كده قبل كده. ولا هتشوف، ولا انت تقريبا. ده يعني احنا تقريبا العيلة الوحيدة على مستوى العالم اللي ربنا اكرمنا بالموضوع ده. مش انت الوحيد اللي كده؟ لا لا لا، العيلة كلها. العيلة كلها كده؟ بس مختلف الحقيقة، يعني كل واحد هو نصيبه بقى يطلع له الشعر فين. يعني عندك ابويا الله يرحمه كان بيطلع له في كوه هنا كده، يعني فتلاقيه يمشي عارف. بتفيده برضه في الحر، يعني ربنا بيبلي الحمد لله الحمد لله. اخواتي البنات تقريبا قرع بس ماشي. لا بيجيبوا بقى وبوريك ولا حاجه، بنوفر لهم احنا. تاخد من اخوها من عمها من عارف حاجات كده. الحمد لله. بس انت كده يا باشا هتتحسد. والله انت، والله انت راجل طيب. انا محسود اوريدي، مش بتحسد. مش قادر اقول لك كل نجوم المجتمع. خد عندك فنانين، مطربين، لعيبه كوره، فريق السكواش ابتدوا يكلموني. بتعمل الشعر ده ازاي يا جماعه؟ احلف لهم والله ما بايدي، محدش بيصدق. بس الحمد لله ربنا يحفظنا. انا عايزك بس يعني ايه تفردهولي فرده بالسشوار لحد قبل السره بقرتين عشان اللوست. ارجوك. انا الاثنين يا باشا. انت راجل طيب وانا حبيبك. انا مش عارف ابدا منين بس. لا يعني لا لا، تبدا ايه؟ هو تعمل كده؟ لا لا، ده ما تحطش عليه مكان، ده اثار، اعتبره اثر من الاثار. يعني هو بايدك ويا دوب انا ابقى معاك كمان. الله يخليك. طب يا باشا تحت امرك يعني؟ انا اللي تحت امرك. بس معلش يعني قبل ما افكر هبدا منين. هعمل مكالمه صغيره. انا مستعجل اطمن على الحاجه عشان خاطري، اصل هي تعبانه شويه. معلش، الامهات كلهم بيتعبوا وبيبقوا كويسين. دقيقه واحده ارجوك، هتعطلني كده. ايوه يا باشا، لقيته. ايه ده؟ شعر صدر كبير قوي يا باشا. ده انت هتلاقي معجزه، حاجه عظيمه. تعالى بس ما تتاخروش، وحياه النبي ما تتاخر. لا لا بقول لك، بس يا ريت، انا نفسي اتصور معاه والله. بس ماشي يا باشا. اتصور معاه بس كمل بس. ماشي ماشي يا باشا. لا يا باشا، ما انا عمري اتاخرت عنك ولا كدبت عليك في حاجه. موجود والله. هات انا اقول له، هات انا اقول له انا موجود يا فندم. انا موجود. لا لا، الراجل ده مش كذاب. اوكي اتفضل اتفضل. شكرا على التعاون الجميل ده. انت بلغت عني صح؟ انا بص، الفكره عجباني، حلاق ومرشد وبيرشد عن زباينه. هنعمل ايه بقى؟ مين بعد كده؟ هو بيقبضوني كويس. ربنا يديك الصحه. انا راجل طيب. المحلات دي ما بقتش تاكل عيش. طب ما تيجي شويه كده قبل البوليس يجي. كله بقى يقول لك بيوتي سنتر. مش عارف ايه. خربوا بيتك. خربوا بيت، الله يخرب بيوتهم. معلش اتفضل. ده لسه حسابك عند ربنا. استنى اتفضل يا باشا. اتفضل اتفضل اتفضل. قبل ما يتوبوا علينا يا باشا. انا مش عارف ابدا بايه ولا ايه. مش عارف مقص ولا مك. يا سلام. ايه يا ابن الفكاكة دي؟ يا غبي، ما انت لسه قايل لي. انت عبيط ولا ايه؟ يا حضر الظابط، انا اللي قلت لك انا جنبه. مش حضرتك جاي تقبض عليا؟ ايوه. امال ايه الحركات الاونطة دي بقى؟ مرشد وخايب وخاين. ده انت رهيب رهيب. انا تحت امرك يا فندم. طب يلا بينا بقى عشان معاد الاسم. لا 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 لا، تحت امرك. مع السلامة. بص، برغم ان انت يعني بشع، لكن الفكرة عجباني، الفكرة عجباني. عشان انت مش مرشد بس، مرشد غبي كمان. هتحلق من اخواتك بعد كده. جاتك خيبة يا باشا. اتفضل يا فندم. ربنا يخليك. اتفضل يا فندم. يا سلام. اهلا وسهلا. اهلا. اتفضل يا باشا. يا باشا تشرب قهوة يا باشا عشان تهدى اعصابك يا باشا. مش عايز قهوة، أنا عايزك تجيب لي الواد اللي بره ده. ليا شوق كده أشرب من دمه.
نفسي أسألك سؤال يا باشا، ممكن تديني الشرف ده يا باشا؟ طبعا أديك. اسأل يا محمد. اسأل. ليه يا باشا المتهم ده بالذات حطه في دماغ سعادتك يا باشا؟ بصراحة يا محمد أنا متعقد من الواد ده. متعقد منه؟ بص يا محمد، هو ده السبب الرئيسي يا محمد. ما عنديش ولا شعراية في صدري. أنا أجرودي. أجرودي. أنا إيه؟ أجرودي. أخلص يا محمد، أنا بس اللي أقول أجرودي. حاضر يا باشا. بسرعة هات الواد اللي بره ده. ثواني. بسرعة! ثواني يا باشا. خش يلا. اقعد. أهلا يا عسل. منور. تشك. هات لي عيال الطلبه اللي بره بسرعه. امرك يا باشا. خش انت. هو طلب يا باشا. يا فندم أرجوك أنا بتأذي سوري يعني. إيه يا حبيبي أنت أهو؟ مين اللي أذن لكم إنكم تربوا شعر صدركم؟ إيه؟ بلد سايبة يا حبيبي ولا إيه؟ محمد أمرك يا باشا. العيال دي تتنفخ. نفخوا يا باشا. بسرعة! حاضر يا باشا. قدامي. وأنت راجع هات لي مكوة الشعر معاك يا محمد. لا أرجوك يا فندم أتوسل إليك، إلا مكوة الشعر. أنا ممكن أنتف شعر صدري قدام حضرتك شعراية شعراية، بس المكوة لا. مش عايزك تجيب سيرة شعر صدرك قدامي. أنت بتعمل إيه؟ أنت ليه بتمسكني من إيدي اللي بتوجعني؟ ليه؟ أنت مش عارف إن أنا أجرودي هات ولا إيه؟ سوري والله أول مرة أتشرف بفتحة قميص حضرتك. بعدين حاجة بتاعت ربنا يا فندم. أرجوك يا فندم أتوسل إليك سامحني سامحني وخلينا أروح. عايز أسامحك؟ هسألك شوية أسئلة بس لازم تجاوب عليا بصراحة وبشفافية. بصراحة وبشفافية. هنا صراحة تبقى هنا إيه؟ شفافية يا فندم، وأوعد سعادتك إن أكون مرشدك الخاص وأكون الكلب الوفي بتاع سعادتك. قولي يا عمرك ما أخدت هرمونات عشان شعر صدرك ده يطول؟ لا بصراحة، بس أنا أسمع كانت ماما تقولي وأنا صغير رحنا جنينة الحيوانات فحضنت غولة، بس أنا مش مقتنع بموضوع الغولة ده بصراحة. غولة المكان؟ جنينة الحيوانات. السؤال الثاني، عمرك حصل لك أي حاجة غريبة؟ حاجة عجيبة؟ مش متذكر، بس أفتكر وأنا عندي 3-4 سنين كنت بيت عند تيتا في حلوان وسخنت. أفتكر إن أنا سخنت جدا في الليلة دي وستري حرقني قوي من هنا وهنا. قمت لقيت حوالي بتاع 16 شعراية هنا وهنا حوالي 26-28. شربت حاجة قبل ما تنام؟ شربتش يا فندم، تيتا ما كانتش بتحب اني اشرب حاجة عشان ما اعملش بيبي على روحي. ولا اكلت حاجة؟ ولا اكلت فم. يعني تيتا في حلوان 14 شعراية و12 شعراية. السؤال التالت، لو خيروك من حد عزيز عليك قوي وبين شعر صدرك تختار مين؟ اخص عليك يا فندم، شعر صدري طبعا، ده هو اللي فيه الشغل كله حضرتك. وبتقولها تاني، بتقولها تاني، قلت لك 100 مرة أنا أجرودي. يا محمد محمد بلاش محمد بلاش محمد بلاش محمد، حبسوني على شعر صدري يا أبو سيدي. إيه النور الجامد ده؟ هم عايزين يعموني ولا إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. انتوا ايه؟ انس ولا جن ولا انتوا مين؟ ادم. نعم. انا كائن فضائي. كائن ايه؟ فضائي. اهلا وسهلا، تحت امركم. بص يا ادم. ايه؟
بمقاييس كوكبك انت انا ست، لكن بمقاييس كوكبنا احنا انا راجل. عادي براحتكم، ماليش دعوه بمقاييسكم. انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ ادم عمري، احنا جايبين لك دعوه في اي بي لزياره كوكبنا. وكوكبكم ده فين ان شاء الله؟ كوكب الدكوره. كوكب ايه؟ الدكوره. انت اسمك يا اخ خالد؟ في حاجه؟ لا مفيش حاجه. وحضرتك؟ كريم. اهلا استاذ كريم، امروني انا خدامكم، في حاجه ما اقدر اعملها؟ بص يا ادم، انت لو فضلت في المكان ده اكتر من كده امن الدوله هيخلصوا عليك. ويخلصوا عليا ليه؟ انا عملت ايه في حياتي؟ ادم. نعم. اديني ايدك لو سمحت، احنا فعلا محتاجين لك. ما عندناش اي استعداد ان احنا نفرط فيك في المرحله الحرجه اللي بيمر بيها كوكبنا. بصراحه قلقان منكم وقلقان من كوكبكم، ما تزعلوش مني. ادم. يا دي ادم كرهتيني في اسم. انا كائن فضائي. حاضر. اديني ايدك لو سمحت. هات ايدك يا ادم، مفيش وقت اشرح لك. خلي المكوى. يا لا مكوى ايه؟ هات ايدك يا كريم. هات خلت. مبسوط يا خالد؟ مبسوط. انت متجوز؟ لا. هات يا عم. ايه ده؟ مستر ادم، مستر ادم، بجد بجد دي زيارة كريمة جدا، وانا نيابة عن المسؤولين في كوكب الدكورة بنحترم زيارتك دي جدا وبنعتز بيها. معاك جمال السيد احمد مسؤول العلاقات الدولية للكوكب. اهلا اهلا يا استاذ جمال، اهلا وسهلا. والله يعني متشكر على حسن الاستقبال يعني، بس انا مش فاهم حاجة. انا مش هطول على جنابك، بس زي ما سيادتك شايف الشبان عندنا في الكوكب عندهم نقص في الهرمونات. نقص في الهرمونات؟ لا واضح بصراحة، انا مش فاهم اذا كنتوا رجالة وانا نسوان. كوكب عجيب يعني. للاسف احنا دورنا في جوجل على مين اكتر حد عنده هرمونات زياده، واكتشفنا ان بسبب شعر صدر حضرتك انت حطمت الرقم العالمي الهرموني. انت رمز للرجل المشعر يا مستر ادم. ربنا يخليكم، دي حاجه بسيطه يعني، وبصراحه يعني انتوا ناس ذوق، وانا عايز اعمل معاكم واجب يعني، واجب بسيط يعني. الله، لا انا بحس بالنعمه اللي ربنا اداها لي مره كمان. ده احنا عندنا في الارض ده متلت الحاجه تقرف يعني. الشبان عندنا مش عارفين يتجوزوا، هينفردوا. عشان كده احنا فكرنا لو حضرتك تبشر لنا شوية شعر نحللهم، يمكن نقدر نوصل للمادة اللي تتفاعل مع هرموناتنا. بشر شعر الصدر؟ فك يا خالد. كده احنا دخلنا بقى في بيزنس يعني مصلحة. هتدفعوا لي كام؟ يدفع لك كام؟ مفيش أكبر من مصلحة كوكبنا ومستقبله. بلا كوكبك ولا مستقبلك، وده شعر الصدر تبشروه يعني ايه؟ لازم اخد فلوس. هنعمل لك تمثال. تمثال؟ لا ما ياكلش معايا الاوانطة دي يا حلوة. خلاص يا سيدي، هنألف لك كتاب الكتروني ونوزعه على سكان الكوكب. هحرقه وارميه في البحر، انا عايز ماني فلوس. هندي لك 10%. 10 ايه؟ في المية. طب وكده؟ ممكن اديك 15%. طب وكده؟ 30%. طب لو لمست شوية؟ كده 50%. بصي انا ليا طلب تاني بقى بصراحة، ممكن تكبش لي الكبشة ليك لوحدك وتديني لفة بالبتاعة دي. بس مش هينفع. هل في لفه حوالين النسوان ولا الرجاله اللي انا مش فاهمهم دول وادالك تاني على طول؟ لا مش هينفع خالص. طب بالسلامه بقى، انا عندي مشوار في زحل. تعالى هنا يا حبيبي. هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ زي خروج. ايه اللي زي خروج؟ يا عطريس هات المبشره. مبشره؟ ده انا مش شفتلكوش راجل من ساعه ما جيت هنا. هوريك الرجوله دلوقتي. ايه هتمشوري شعر صدري؟ ده انا اقطع رقبيكوا كلكم. اوعى على بس استقبال. اوعى يا ولية، انت وهي يا نهار اسود. اوعى. شعر صدري راح فين؟ يا نهار اسود، هقول لامي ايه؟ هقول لها خدوا شعر صدري وعملوا بيه ايه؟ يا نهار اسود، شعر صدرك راح، يا ليلتك السودا يا ابن صبرا الصباره. هقول لامي ايه؟ هقول لهم خدوا شعر صدري وراحوا بيه فين؟ طب لما امن الدوله ولا البلد يعملوا كده مقبوله، لكن ناس من كوكب تاني مش فاهم رجاله ولا نسوان. خسارتك يا خسارتك يا ادم، يا خسارتك يا ادم، خدتوا شعر صدري يا كلاب يا كلاب. بصراحه احسن، انا كان اوفر، كنت عامل زي الغوريلا، كنت كل يوم اصحى اسرح شعري واسرح شعر صدري، كنت بكسف انزل البحر كده حلو، بقيت شاب روش عادي، شعر صدري بنزفت. ايمن